السلام عليكم. نبيل بونجما، مهندس مساح طوبوغرافي محلف وخبير قضائي في الشؤون العقاريه بمدينه الرباط. اليوم غنتكلموا على واحد الموضوع اللي فاتنا هضرنا عليه، ولكن توصلنا بواحد العدد الاسئله حول القيمه الحقيقيه ديال العقار ما والطرق ديال التحديد ديالها، واللي غنتناولوها في هذه الحصه. من اجل تحديد القيمه الحقيقيه ديال واحد العقار، لابد نذكروا بالعناصر المكونه لهذه القيمه، وهي خمسه العناصر. العنصر الاول واللي هو اهم عنصر هو موقع العقار. كي تتعرفوا العقار والقيمه ديالو مرتبطين بواحد الشكل كبير بالموقع، مثلا ارض في منطقه عمارات في وسط الدار البيضاء ضروري غتكون القيمه التجاريه ديالها او القيمه في السوق ديالها كبيره بزاف. ثاني عنصر وهو العوامل القانونيه، اي ارض محفظه غير محفظه، النظام العقاري ديالها، هاد العناصر كلها تتاثر في القيمه بطريقه مباشره. وفي بعض المناطق يمكن هاد مثلا ارض محفظه وغير محفظه لقاو اختلاف في القيمه اللي قد يوصل حتى لعشرة المرات. ثالث حاجه وخصوصا في المدار الحضاري هو مقتضيات تصميم التهيئه، انه التصميم التهيئه اللي تناولناه في واحد الحلقه شرحنا شنو هو، تعطي في كل منطقه شنو هو التخصيص ديال المنطقه ود الاراضي وشنو يمكننا نبنيو فيها وشنو هو اللي ما يمكنش نبنيو. وهكذا تلقاو بان هذا العنصر عنده تدخل اساسي في تحديد القيمه ديال العقار في الوسط الحضاري. رابع عنصر وهو السوق العقاريه. كي تتعرفوا جميع ان السوق العقاريه في المغرب مختلفه من مدينه الى اخرى وتختلف من سنه الى اخرى. عرفت معظم الاسواق العقاريه في المغرب انتعاشه كبيره لحدود سنه 2011، الا انه غالبا من 2011 لهنا تلاحظوا واحد الركود او واحد التاخر في النمو ديال السوق العقاريه، مما تجعل اضطرابات في البيوعات او في المعاملات العقاريه ناتجه على العرض والطلب. كي تتعرفوا اي سوق كيف ما كانت وخصوصا السوق العقاريه، العرض والطلب هما اللي تحددوا القيمه ديال المنتوج في السوق. وخامسا وهو عنصر اللي بدينا نلمسوه في هذه السنوات الاخيره، وهو العنصر الضريبي خصوصا بعد نشر لوائح او لي ريفيرونس لي باريم دو بري ديال لي زامبو. هذوك المراجع الضريبيه ديال مصلحه الضرائب رجعت تحدد بواحد الشكل كبير الاثمنه المرجعيه في المناطق، والناس قبل ما يقوموا بالمعامله العقاريه ترجعوا له. في بعض الاحيان او في معظم الاحيان تلقاو هذه المراجع تختلف على القيمه الحقيقيه، مما تجعل لها واحد الاشكاليه ديال عدم تسويق المنتوج العقاري بسهولة في السوق العقارية في بعض المدن. من أجل تحديد هذه القيمة الحقيقية أو القيمة التجارية للعقار، هناك معايير دولية ومعايير وطنية اللي تتحدد طرق ديال التحديد، ويمكننا نحصرها أيضا في خمس طرق كبرى، وهي اولا عناصر المقارنه لي بوست دو كومباريزون، هما البيوعات اللي مشابهه للعقار وفي نفس المنطقه وقريبه في الزمن اللي تمرات في هذيك المنطقه، تعتبر طريقه مرجعيه الاولى اللي لابد الخبير يتحقق منها باش يقترح واحد القيمه ديال العقار. ثانيا الطريقة حصيلة المنعش العقاري او المجزئ العقاري، وهذه في المدارات الحضارية كي قلنا. فاش تكون واحد المقتضيات ديال تصميم التهيئة يمكننا نديرو دراسة للمشروع اللي يمكننا نديرو فوق العقار، وعليه يمكننا نحددو القيمة ديال الارض اللي غتكون هذا المشروع. ثالث طريقة وهي رسملة المداخيل المالية للمشروع. هذه الطريقة تنستعملوها في واحد العدد ديال المشاريع كبرى اللي يمكن لها تنجز في واحد العدد ديال السنين، وضروري الرسملة ديال المداخيل المالية عبر المداخيل اللي غادي يوفرها المشروع طيلة الإنجاز ديالو. رابع حصيلة وهي العقارات المبنية والمكرية، وهي الرسملة بناء على المداخيل الكرائية. القيمة الحقيقية للعقار المكري هي الرسملة المداخيل ديالو على واحد المدة ديال ما بين 6 و10 سنوات تتمثل القيمة الحقيقية للعقار. وأخيرا
الطريقه ديال تقييم العقار او التثمين ديالو عبر تثمين الارض على حده والابنيه على حده، مع العلم اخذ العين الاعتبار تقادم والتهالك ديال الابنيه. كي تتعرفوا ان البنايه عندها واحد السن اقصى ديالها، والخبير لابد ياخذ بعين الاعتبار تهالك ديال البنايه باش يحدد الثمن ديالها الحقيقي اثناء انجاز المهمه ديالو. كخلاصة ديال هذه الحصة، لابد أننا نعطيكم واحد النصيحة. اللي بغى يعرف القيمة الحقيقية للعقار ديالو لابد يتوجه الخبير في الشؤون العقارية اللي تضبط طرق ديال التحديد والمعايير الدولية باش يعطيه واحد التقرير ديال القيمة ديالو اللي يكون بني على مسائل معقولة. ما تعتمدوش على الأقوال ديال السماسرة أو المقاهي أو ما يقول الناس، لأن في الغالب الناس تعتمد على أثمنة غير معقولة وغير مبنية على طرق مضبوطة في تحديد القيمة. وشكرا.